هنا أنا قال لابني من ذوي الشهداء وانا رجل كبير ومحتاجه يجي يمي ملك تنقليات نقله يمي بنفس المحافظه. قال لي اوكي اعطيني رقمه هسه اخابره وانقله يجي داوم يمك. اجراء سريع مجرد انه شاف رجل كبير ومحتاج مساعده وهو قائد قوات العسكريه مال كركوك قال هسه انا اقدر اسويها ليش ما اسوي لها. واحنا متعودين على هذا القائد علي الفريجي مقاطع كثيره له بغيرته وكرمه وبنخوته ومساعدته للناس باكثر من فيديو وباكثر من مكان واكثر من موقف. جر التليفون وخابره شنو قال له. شلونك حبيبي؟ شنو رتبتك انت؟ ريش عرفاء؟ لا ريش عرفاء رقمك الاحصائي 6-7 اي عليك يلا عليك 0-0-9 اسمك الكامل حسن كمار بالدار بالبودرة حسين رياض فهد بعد رباعي مختار ايه رباعي عثمان وحدتك يا فوج موقع 38 موقع 10 وش صار؟ أنا اليوم أخابر السيد رئيس أركان الجيش والسيد وزير الدفاع إكراماً لوالدك وإكراماً لعمرة أنقلك على فوج الحماية مالتنا حتى ننطي بديل بمكانك. صار ما أنسى راح أخابر على شو اسمه إدريس هو فبراير أنت مجهز ولا إيه دور ما صار ماشي وأنا أخابر على القائد الفوق تدلل صار تدلل تحسب خمسة أيام تلقى ابنك يمك. اتصل بي حكى وياه أخذ التفاصيل قال له يابا أنا مستعد حتى لو نقلك على فوج الحماية الخاص بالمحافظة بس إكراما لأبوك هاي الشيبة الكبيرة اللي محتاجك إنه أنت تكون يمه تسنده تساعده توقف وياه. احسب خمسة أيام أنت موجود بالمحافظة وتداوم بمقر الحماية الخاص نفس المحافظة بعد لا يحتاج تطلع ولا يحتاج تروح لأي مكان. أنا موقف بطولي مشرف اللي احنا تعودنا على مثل هيجي فيديوهات ومثل هيجي غيرة ومثل هيجي كرم ويا الناس ويا أي إنسان يناجده أو أي إنسان يطلب من عنده شغلة. قائد عسكري يتمتع بهاي الروح الجميلة هاي الروح اللي كلها غيرة وحنية على أبناء شعبه. شاف رجل كبير ما عافه وقف يمه وحلنا مشكلته قال له فيما لا الله وياك. مثل هيك مقاطع المفروض توصل لكل العالم انه هذا عراقنا وهاي ناسنا وهاي غيرتنا اللي احنا نتمتع بيها واللي نتميز بيها عن بقية شعوب العالم.